تحضير شيش طاووق مع صوص الكاري المطبوخ. للشيش رح نحضر نص كيلو صدور دجاج مسحبة ومقطعة شيش طبعاً، يعني أكبر من رأس العصفور والمكعبات بشوي، معلقتين كبار لللبن الرايب وربع كوب من عصير الليمون وبرش الليمون لحتى ناخذ الحموضة صح، برش زنجبيل فريش، معلقتين كبار من الزيت النباتي، معلقة كبيرة من الخل الأبيض واثنين معلقة صغيرة من معجون الطماطم أو رب البندورة بالإضافة إلى الملح والفلفل. بابريكا خشنة، بفضل تكون خشنة كتير طيبة بالإضافة إلى بهار الدجاج من إسناد، وكزبرة ناشفة. صوص الكاري اللي رح نطبخه على الغاز رح نحط شوية زيت نباتي، عليه قطعة زبدة، بصل مفروم ناعم كيوبس، ثوم مهروس، زنجبيل مبروش بالإضافة لعلبة قشطة ومعلقة كبيرة من معجون الطماطم، ملح وفلفل، بهار دجاج، كاري وبودرة مراق دجاج، كزبرة خضراء مفرومة بآخر الطبخة وشوي من المي المغلية، ورح نقدمها مع شوية رز أبيض مفلفل وشرائح من الليمون تيمنا بمحتويات الطبخة نفسها. يلا لصوص الكاري، بسم الله الرحمن الرحيم، رح نطبخه على نار متوسطة ببداية الطريق، تمام، ونجهز لمكوناته. ما رح استخدم كريم الطبخ، بدي اريحك من هذا الموضوع، رح استخدم اليوم علبه لعلبتين قشطه، اذا بدك تكسري حده القشطه ممكن نحط علبه قشطه ومعلقتين كبار جبنه دهن سائله بعيدا عن الكريمه. ولا الدجاج بس الطنجره معي تطلع درجه حرارتها، رح نجيب بسم الله الرحمن الرحيم الخلطه كثير زاكيه بالمقلايه او على السياخ او برا على الفحم، اذا حبيتوا تطلعوا مشوار بتطلع كثير طيبه. عصير ليمون، كمان راح احط زيت نباتي، بسم الله، راح انزل عليها معلقه خل ابيض. الشيش الصدوره اصلا ما فيها نسبه دهون، وبما انه ما فيها نسبه دهون فمعناته هي شويه راح تنشف معي، عشان ما تنشف معي وتضل جوسي وتستوي بسرعه الخل هو السر، حطينا لها خل. معلقتين كبار من اللبن الرايب، تمام، معلقه كبيره من معجون الطماطم أو رب البندورة أو أقل زي ما بتحبي، إذا بتقللي برش ليمون يعطي نكهة كتير طيبة، وكمان رح أحط شوية زنجبيل فريش، تمام، نخلطهم مع بعض، بعدين رح ندعمهم بشوية التوم. توم ولبن إشي كتير زاكي بوجود الليمون أكيد، والتوم حسب كمية الدجاج المستخدمة، ومنخلط. البهارات اللي رح نستخدمها، رح نستخدم من بهارات إسناد أكيد لا غنى، ورح نحط شوية كزبرة ناشفة، بابريكا خشنة حلوة مدخنة حارة راحتك اللي بتحبي، ملح وفلفل أسود، هاي ملح بالإضافة للفلفل الأسود مش كتير، وأخيرا وليس آخرا بما أني أنا حاطة دجاج فرح نستخدم من بهارات إسناد السعودية بهار الدجاج، والحلو فيه أنه بهار خشن حتى فيه اللون الأحمر الحلو من بهارات إسناد، فيه بهارات خشنة رح تعلق معاكي على قطعة الدجاج حتى لونه حلو يعني ما بغمق نهائيا، تمام، فرح نحط معلقة صغيرة على كمية الدجاج اللي موجودة عندي، نخلطهم مع بعض. هلأ عادة خلطات النقع للدجاج واللحمة والسمك يفضل قبل بيوم لحتى المادة الغذائية تتغلغل فيها النكهات صح، يفضل، فإذا عملتيها قبل بيوم كتير أحسن وأسرع لك كمان تختصري وقت كتير. هلأ هون عندي الخلطة صارت جاهزة، بهالوقت رح أنزل عليها قطع صدور الدجاج من المقطعة شيش، بسم الله الرحمن الرحيم، وأول ما نزل قطع الدجاج بدي أخلطها قبل ما أمسك أي إشي تاني في المطبخ عشان السالمونيلا، شايفة؟ حتى بتحسي قطعة الدجاج أو الصدورة إجمالاً بتبطل ناشفة كتير بسبب وجود الليمون، اللبن بتخمر مع التوم بيعطي نكهة صراحة جداً قوية وريحة كتير طيبة، وهيك صارت عندي خلطة الشيش جاهزة. خلينا نروح
نجهز لصوص الكاري لحتى ياخذ راحته بالطبخه او بالتحضير. راح نحط شويه زيت نباتي، بسم الله، وكمان راح انزل عليه زبده تقريبا ربع اصبع او 20 جرام 25 جرام زي ما بدك. طبعا الزيت قبل الزبده كرمال ما تنحرق معي الزبده. وراح نكمل عليها بشويه الثوم، بسم الله، مش كتير عشان يبقى مريح للمعدة. كمان شايفة كيف بدوب الزبدة مع حرارة الزيت عشان ما تنحرق. بعدين رح ندعمها بالبصل المفروم ناعم، بسم الله، وكمان ما رح نكتر، يكون مستصاغ للمعدة. رح نقله على الغاز الأعلى عشان تشوح معاي البصل صح، يبقى مريح للمعدة ما يغلبني. يا هاي البصل درجة الغاز عالية، نحمصه وعشان يتجاوب معي على السريع بدون ما ياخذ لون راح نحط له تكة ملح زي ما تعودنا، ننزل سوائل البصل وبدبل معي بدون ما ينحرق. نشوح البصل كمان، وبعدين راح ندعمه بشوية التوم وكمان زنجبيل فريش. هلا إذا ما عندك زنجبيل فريش بصير باودر أكيد، بس دائما الفريش أحسن، بعدين بيقوي صحة ومناعة الجهاز الهضمي في جسم الإنسان، فهيك أنت بتكوني طعميتي ولادك إشي صح نفس الوقت طيب. رح ننزل زنجبيل، شايفة قديش كمية؟ كتير زاكي، قوي قلبك حطي. كيف حفظه للي بيخرب عندهم وبيعفن؟ بالفريزر، بس بتحفظيه بقشره لأنه في نسبة سوائل عالية، ولما بدك تبرشيه بتطوليه من الفريزر مجمد وبتبرشيه على المبرش وهو مجمد، ما بغلبك. تمام؟ يلا هلا هيك صار في عندي زيت وزبده وبصل وثوم وزنجبيل، بلش يدبلوا معاي. راح اروح ادعمهم ببودره مرق الدجاج وكاري وكمان بهار جاج، لاني انا بدي احطه مع شيش فعشان كله يركب مع بعضه. راح نجيب بودره مرق الدجاج من اسناد، شوفي لونها ما احلى، وفيها بذور خشنة اللي هي الثوم والبصل المجفف. هاي طلع لونها كتير حلو، مواد حافظة ما فيه وطعمها كتير طيب. هلا بورجيكي شكلها بالأسواق، وكل الشكر أكيد للمؤسسة العسكرية اللي بنجيب من عندهم أغراضنا للطبخة ونتصبح بوجوههم الحلوة بكل يوم بعد الدوام. صراحة الله يعطيهم ألف عافية ويسعدهم. حطينا بودرة مرق الدجاج، دائماً البهارات بس تحمصيها بتعطيكي طعم كتير أطيب شو ما كانت الطبخة دائما. فهلأ رح نحط شوية كاري، هي بهار جاج، بسم الله الرحمن الرحيم، حمصهم وكمان شوية كاري. شوف الكاري عندهم شو لونه حلو، مش أخضر طبعا، هيك شوي على حمار لأنه بحرق، لو ما بحرق بيكون شوي على أصفر. تبلهم مع بعض كمان، وأكيد لا غنى عن الملح والفلفل، الأكل بده يطلع فيه نكهة، فرح نحط شوية الملح، بسم الله، مش كتير، وكمان رح أدعمها بشوية الفلفل. هي خلصنا من البهارات. هلأ إذا بدك تحطي كاري ورق فيه، وكتير زاكي بالسوق كتير، بس عشان إحنا نشتغل خلينا بالستاندر اللي موجود عندكم كلكم. بعدين هلأ صار وقت أدعمها بمعجون الطماطم، معلقتين كبار، بسم الله، ونحرك. شايفة؟ هلأ بدنا ندعمها كمان بالمي والقشطة. آخر إشي رح نحط الكزبرة الخضراء زي ما تعودنا دايما على الساخن، ما بننزلها إلا في نهاية المطاف. رح ننزل علبتين قشطة أو علبة قشطة ومعلقتين كبار جبنة دهن سائلة إذا عندك. حركهم مع بعض، بعدين رح أدعمها شوي شوي وأستمر بالتحريك من المي، بسم الله. وهيك بنكون عملنا صوص كاري بعيدا عن استخدام كريمة الطبخ السائلة، وعوضنا عنها بشوية قشطة ومي. بدك تحطي حليب كمان بصير. طيب هلا بهالوقت
لازم نجيب الويسك أو المضرب الحديد عشان نضمن إنه كل المكونات امتزجت مع بعضها. يلا بسم الله. هلأ بالنسبة للمضارب البلاستيك اللي بالسوق، صراحة بالمؤسسة طلعت على الطابق الثاني على قسم المنزلية، وفي بالثالث منزلية كمان، وكان في حجي عم يشتري أدوات مطبخ وهيك، فسألني إنه هدول صحي على الأكل، كيف بلاستيك وأحطها بصوص ساخن. هلا إن شاء الله أبونا بيكون قاعد يحضرنا، الله يعطيه الصحة والعمر الحجي. في البلاستيك اللي هو المعالج صحيا والمناسب للغذاء، بتحمل درجات الحرارة، وديروا بالكم في بلاستيك بالسوق بس تحطيه بالصوص بنزل بسيح، فاعرفي شو تشتري هذا المهم. وفي منه خاص طبعا أكيد للأغذية. هلا صار في عندي كاري جاهز وصوص لون حلو، وسبب اللون الأحمر وجود رب البندورة، حبيتي تخففي اللون قللي رب البندورة وزيدي كاتشب برضو كمان بيزبط، هاي كمان حل. تمام يلا رح نخليها تتطبخ براحتها، صدق أضيف لها شوية مي عشان نتأكد إنه قوامها صح. أيوة خلص بكفي، خليها تتقال، بنكون شكينا الشيش. يلا بسم الله. للشيش طاووق إحنا بحاجة لصياخ، بينما خليني أورجيكم، بدي أورجيكم النتيجة اللي إحنا اشتغلنا فيها. حطينا الشيش على الجريل وبالفرن وما انحرقوا مع الشيف، بينما أنا كست قاعدة أو صبية أيا كان اشتغلنا الشيش بالبيت، وبعد ما عملنا الشيش العيدان انحرقت، ما هي خشب، فلما انحرقت طلعت طعم الحرق على الجاج. طب شو السر في الموضوع؟ مش سر ولا حكاية، هو مبدأ في عالم الطبخ. أي عود خشبي بدنا يدخل الفرن أو يتعرض لدرجة حرارة بحطه في بولة أو في بايركس بهالطريقة. هاي كمان ترك، رح نجيب السياخ هدول الخشب تمام، وبتحطي عليهم مي فاترة مش من الحنفية، مي فاترة لمدة يعني لا تتجاوز دقيقة، بس بتحطيهم شوي وبترفعيهم، إذا طولتي عليهم بالمي بفشفش الخشب وبصير يفوت بقطع الشيش، فعشان ما ينحرق معك وتشوفي السيخ زي ما هو معاي بتحطي مي فاترة أقل من دقيقة، بيطلع معك هيك وما بنحرق. تمام يلا رح نهدي النار نرجع نحرك، بدي ينطبخ التوم والقشطة والزنجبيل، تتبخر المي مع الغليان وبتكاثف معاي الصوص. طبعا هذا اللي على الويسك هو عبارة عن الزنجبيل. يلا هلأ شو بدنا نساوي؟ بدنا نشك الشيش. عادة ممكن تحطي لها شوية بندورة مثلا تشاري، ممكن تحطي لها شوية فلافلة، بعدين الجاج مثلا في عندك اللي هي المكعب بتشكيه من النص، إذا كان بدك تسويه بإشي بالبيت جريل فرن مقلاية من النص، إذا بدك تساوي الشيش على فحم ودرجة حرارة عالية جدا الصح إنك تفرديها وتخديها بالطول هيك، هذا بالرحلة على الفحم درجة حرارة عالية، فهيك أنا مشيت السيخ على حجم الحبة، بينما بالبيت مش مهم لأنه درجة الحرارة معقولة. اتفقنا؟ فرح نشك من النص، نجيب فلافلة مثلا هالطريقة، والفلافل رح تاخذ نكهه، بتحبي التبليها برضو كمان بيزبط، رح نحط كمان قطعه شيش. هلا الاولاد مقطعين خليهم يساعدوكي، معطلين ساعدوكي بالبيت بنبسطوا في هالشغلات هاي، نحط شويه تشيري مثلا ونختمها بشويه شيش. تمام اذا بدنا نشويها على جريل بنحط بخه زيت، اذا بدنا نحطها بمقلايه برضو كمان بخت زيت، إذا بالفرن بتبخ الزيت عليها، وهي الخلطة أصلاً فيها زيت. رح نعمل كمان سيخ أو اثنين على السريع. احنا بنكون خلصنا الشيش، وفيكي تشكي كل الكميه، وبدك قبل بيوم شكي على السهره اذا انت موظفه، ولما بتيجي مباشره بتحطي بالاير فراير، بزبط ولا ما بزبط؟ مثلا عندي قلايه هوائيه وشفت الوصف اليوم على الشاشه وعجبتني،
بتزبط بالقلايه. بس بدك تعملي ايوه برافو. بدنا نحط مي بقاع الجرار على بخار المي، بستوي البندوره والفلفل وما بنحرق، وبستوي معاك الدجاج من جوا. لما بدك تحمريها بنص البرنامج شو من كانت قلايتك، افتحي الجرار بخي بخت زيت، اذا بخت الزيت بالقلايه فقط تحمير مش عشان يستوي، مشان هيك بجلد معكم الاكل. بتبخي بخت الزيت في نص البرنامج، تردي بتدفش الجرار مكانه تبع القلايه، بتستوي معاكي وبتتحمر. فهي كمان شغله اذا انت طالعه مشوار بعد دوامك مثلا، رح تتاخري على البيت، علمي ابنك عمر 10 سنين بيعرف يستخدم القلايه ومش خطره ما فيها نار وخلص. طالما علمتي ابنك عليها كثير رح تعينك، للموظفات بتجنن. تمام يلا هلا شو رح نعمل؟ صوت اللي ببقبق رح نعمل له كمشه، يعني تقريبا ربع باقه من الكزبره. الكاري والكزبره اصحاب، فاذا حطيتي قوي قلبك رح يطلع كثير طيب. بهالوقت قلبي قلبتين نطفي الغاز عشان ما تسود الكزبره وما تمرمر. نرجع نحرك كمان هالطريقه، نوطي الغاز ونجهز لتقديم وصفتنا. أنا فلفلت شوية رز مثلاً، رز أبيض. وطريقة التقديم الجديدة، أنا جبت كاسات، هي صراحة كاسات مي أو كاسات عصير، بس من اللي بابها واسع لحتى إحنا نكون جاهزين نستخدمها. هلأ في أطباق خاصة للتقديم في البوفيهات، ممكن تكون أجريليك، بس كمان يعني عادي بنقدر احنا نتصرف باشياء ثانيه. راح اجيب بريق اصفي فيه صوص الكاري كرمال ما نوسخ طبق التقديم. رز ابيض على الحل، فلفلنا ما فيه شيء، بس رز بسمتي. يا كمان نطفي الغاز. حنكمل الرز، يعني احنا بدون فزلك رح نحط الرز والصوص وجنبه شيش وخلص. بس هاي طريقه تقديم للصبايا اللي بدهم افكار لاي مناسبه عندها، عامله مباركه ولدانه مثلا، حفله نجاح، تخريج، او عندك اهلك عازمه ضيوف بصير. رح نجيب هاي الكاسات ونحط تقريبا كمشه الايد. بسم الله الرحمن الرحيم، بسمتي. أهم إشي يكون الكاسات كلهم زي بعض، أهم إشي نفس الكميات بالنظر طبعا مش بالوزن، يعني حاولي بنظرك حتقدري أنتي تحكمي. بعدين رح نجيب بريق الصوص، بسم الله الرحمن الرحيم، ونصب شوي. بسم الله، شوي شوي، خلي كاستك نظيفة ونقولي علي بعدها. هالطريقة كتير زاكي، وإذا عملتيه حر أطيب وأطيب. والكاري من إسناد لما يكون مكتوب عليه حار يعني حار. وهيك لحتى تخلصي كل الكمية وتقدمي صحنك بالشكل النهائي، فيك تحطي لها عرق بقدونس مثلا، عرق شبت مثلا، كزبرة، أيا كان، هيك بنقدمها وبتكون جاهزة. رح أكمل باقي الطبق، وكمان رح أعمل لك كمان فكرة تانية إن شاء الله، بس ترجعوا بكون أنا جاهزة بستناكم. رجعين.